مدرسي اني طب قلبي وسكت البس في حيطه يا اخوي كراريس كتب ودكي مدارس 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 مش من مع كلمة الأستاذ رمضان مبروك أبو العالمين حمودة مدرس أول للغة العربية والمشرف على جماعة الخطابة. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة أول يوم في الدراسة وبشركم بسنة سودة. بس على مين؟ على اللي فاكر الدراسة لعبة، على اللي جاي يلعب ويصرخ في المدرسة، وقعدت هو كونوا فاهمين ان انا ما عرفتش عملت ايه في الصيف. كل بلاوتهم عندي، اللي راحوا دمنهور ودخلوا السيمة وشربوا السجاير في الكابينيه، وبالأمارة دورة المياه الزانية اللي في اخر الطرق، واللي راح بلطين ولبس مايوه بفته وقف على البحر يتبلطر ويعكس في بنات الناس، واللي مشي ورا واحدة ببلطيم يعاكسه لحد ما نزل اخوها لسع وقفه رجعه دمنهور. يا مين تلاتة اللي ما هيمشي عدل لكون مكسحه ومعلقه على باب المدرسة هنا اهو. يلا معتادة مارش، يلا يا سادة كل واحد على فصل. يلا يا حضرة الناصر على مكتبك لو سمحت. مش هتروح على مكتبك ولا ايه يا حضرة الناظر؟ يعني بقول ما يصحش يعني تشد عليا قدام الطلبة والمدرسين، ده للناظر برضه. ما انا عارف ان انت الناظر، بس طول ما الفطير والوزد والبط داخل خارج على مكتبك من اولياء الامور مش هتعرف تحكمني. فشل، انا ما حدش كسر عيني، انا ما حدش اداني حاجة، ايوه ما ادانيوش حاجة. حضرة الناظر، إيه؟ ومعوض بعضلك البيض ده وبتقولي خلي بالك من عوض في أعمال الثاني. بيض؟ أعمال الثاني بقت بالبيض؟ لما الناظر بيبعتوا له بيض، امال انت بيبعتوا لك ايه يا سياده الوكيل؟ خد يا ولد، خد يا ابن السافل.
الخيل 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 والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. من قائل هذا البيت واسم ثلاثي مش اسم واحد؟ وأين قاله ولماذا قاله؟ والأهم من كده، ماذا قال بعد أن قاله؟ ها؟ ها؟ يا صلاة النبي أحسن، كل واحد فاتح لي حنكه وشوية قواميس قاعدين في وشي. اسمع يا اخوان، ده هو كل واحد يشمع الفتلة كده هو، وينسع اللي جنبه كف، ويمين الله الكف اللي هيهوي ولا مش هيدخل مزاجي لأكون أنا اللي ضربه. ابتدي. لازم تشوف حل مع الطلبة دول. في ايه يا فريد؟ مش عارف ادخل اديهم الحصة. ليه؟ اصل الولاد في حالة مش طبيعية وانا خايف الموضوع يتطور. يعني ايه؟ مش هنقدر نحكمها، هنقفلها احسن. فين السكيورتي؟ تعال معايا يا استاذ فريد. طب ما تروح حضرتك وانا هستناك هنا. يلا يا رمضان، الاكل هيبرد. صباح الخير يا مصر. مصر؟ عليا ولا ايه؟ قولي صباح الخير ياما. الله، وهي مصر دي ايه؟ مش مصر هي امي؟ يبقى لما اقول صباح الخير يا مصر الام تعود عليك انت ان انت امي. ليه في علم المحسنات البديعيه اسمه استعاره مكنيه. فهمت ياما. هاتي هاتي ابوس ايدك دي، جايبينها ياما عشان نحط فيها ميه نشرب. الله يخليك. خلاص خلاص يا رمضان، ماشي. تعالى كلك لقمه. أنا مش عارفة أنت واخد السنة من أولها على الحامي كده ليه؟ يا ماما أنت عارفة يا ماما، عارفة التعليم بالنسبة لي إيه؟ أول يوم في الدراسة ده هو كأني عريس رايح لي دخلتي فورا. طب يلا عاملها بجد؟ إن شاء الله. على الأقل أفرح بيك وأطمن عليك قبل ما أموت. بعد الشر عليك يا أمي، بعد الشر. وبعدين هو أنا لقيت حاجة حلوة يعني قلت لأ؟ إني لا أفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. ليه بقى؟ طب ده احنا بلدنا اسمها ميت بدر حلاوي. ميت بدر، ما عجبكش فيهم ولا بات يا امي؟ بس قبل ما نتكلم في الجواز نملى القلل، نملى القلل. وبعدين عايز اقول لك على حاجه يا امي في موضوع الجواز ده، هو انا شخصيا ليا فلسفه ومقتنع بيها بصراحه. الجواز عباره عن فرح شهر ودق ظهر وغرم مهر. وبعدين يوم اتجوز بصراحه مش هتجوز غير الوحشه المعفنه. قولي لي ليه؟ ليه؟ قولي لي ليه؟ ليه؟ الحلوة ما بيجيش من وراها غير المشاكل، وتمل بسرعة وتهجر الراجل. يا سلام، ومين قالك ان الوحشة مش هتهجر وسيبك وتمشي؟ يبقى بستين خرارة تغور في ده يا ما هي وحشة، ده انا هبقى كسبان. انا يا امي وهبت نفسي للتعليم، التعليم اسمى رسالة في الدنيا. انا قلت نملة القلل، نملة القلل، نملة القلل.
استغفر الله العظيم يا رب. كرهتوني في أحلى حاجة بحبها، كرهتوني في التعليم اللي بحبه أكتر من أمي وأبويا. أنت يا ابني التوار مش قالوك تراجعوا الدرس ده في البيت؟ ما تراجعش ليه؟ ها؟ وأنت يا ابني أنا مش قايل لك تجيب ولي أمرك؟ قلت لي أبويا انقتل، قلت لك هات أمك، قلت لي أمي اتقتلت، قلت لك هات خالك، قلت لي خالك كهرب. أنا عايز أشوف حد من عيلتك، أنت هتتعلم يعني هتتعلم. أوكي أوكي. أوكي أوكي. الله يرحم أبوك يا أخويا. دلوقتي يا أخويا أنت وهو وهي اسمعوا النتيجة بتاعت امتحان الأسبوع اللي فات. سيد إبراهيم عوضين. فندق. 4 من 50. ألف مبروك. ألف مبروك. بس انتهينا خلاص. اسمعوا بقية النتيجة. إبراهيم محمود أبو جبل. جبت كام؟ انت خدت 62 من 50 يا ابو جبل. بارك له اخوك ابو جبل. باركوا له. مبروك يا ابو جبل. واللي هناخده دلوقتي حرف الالف. حرف ايه؟ الالف. حرف الالف ده من الحروف المميزه، ولما بتبقى الهمزه فوق بنقول لما تبقى الهمزه تحت بنقول ايه. انت يا بنت يا صباح، انت بنت مزاكي ايه؟ قولي لي يا بنت كلمه بتبتدي بحرف الايه. ايه ايه ايه. لا ايه دي تقوليها لما ترتاحي انت امك كده جنب الفرن جاتك نيله. انت يا انت ايوه يا فندم. قول لي كلمه بتبتدي حرف الايه. لسه. من يا اخويا لسه؟ مين لسه دي؟ واحده كده بترقص وتغني بس ايه زي لقطه القشطه يا فندي. نيل يا عجل يا اهبل. انت يا راجل انت قول لي كلمه بتبتدي بحرف الايه. اتو. من يا اخويا اتو. من اتو دي؟ ده لعيب كبير قوي. اه الكره دي اللي هتوديك في داهيه وتلحس دماغك يا راجل. اتعلم ده العلام اهم حاجه في الدنيا. هنعمل ايه بس بالعلام يا استاذ رمضان؟ ده الواحد فضل يومين ويموت. اهو لما الملائكه تسالك تعرف تجاوب. ايه دي؟ ايه يا دياب بتنصب الفاعل؟ اما بتنصب الفاعل من دلوقتي، امال لما تكبر هتنصب على مين؟ صفر. حاسب في ايه؟ انت طول الليل هتفضل تتخانق مع الكراريس كده اهو. تعالى لي يا دموك انت روخر. اه يا دموك مش عارف تجر المضاف ليه؟ مش عارف. طب وحيات لما انا لما وحياتي لا صفر. تعرف يا ولا يا رمضان اني قابلت النهارده تهاني بنت الحاج سليمان بقت زي لقطه القشطه ما شاء الله، وفتحت امها في الموضوع. البنت ما تتعيبش وهتساعدك تلم لك الكراريس اللي عمال تبعتر فيها طول النهار. اهدي اهدي يا نهار اسود ومنيل. شقايا راح يما. شقايا اللي قضيته في التربيه والتعليم راح يما. ده انت ليتك سودا يا عواضين انت اللي خلفوك. فسحي فسحي. طب اشرب بس شاي وروق دمك. شاي ايه؟ شاي مش شاي دهون؟ دم عواضين واهله هيسيح شاي الشاي دهون. فسحي فسحي. استنى يا رمضان هو عمل ايه؟ بصي عمل ايه؟ اللي فهم دي كتب لي في الكراسه بوس الواوا ليك الواوا صح؟ انا بردانه صح؟ انا قاعد انتع في صوتي وهو يكتب لي بوس الواوا. طب استنى بس يا رمضان استنى. الواد امه ماتت وبياخد العزا النهارده. امه ماتت دي حاجه بتاعت ربنا، شغلي لازم اربيها عليه يعني هربيه. صدقت الله العظيم. استاذ رمضان جاي يعزيك بنفسه يا عوضين. بس بيحبني قوي يابا. لا مؤاخذه يا مولاني يا جماعه، اللي فات اللي انتوا عاملينه راجل وجايين تعزوه في امه كتب النهارده في الكراسه دهيا في درس الصرف والنحو بوس الواوا صح ليك الواوا احلى. والله ولسه فيكي نخوه يا بلد. وزير التربية والتعليم. ايه ده يا استاذ بهاء؟ معقولة ابن رمزي هو اللي خشمك كده؟ يا فندم انا مش جاي اشتكي الاستاذ رمزي عشان تعاقبه، بس كل اللي انا طالبه انك تحنن قلبه عليا وارجو انه ما ياخدش خبر بمجيئي هنا. لا 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 انا لا يمكن اسكت على كده ابدا. معناها ايه الكلام ده؟ اكسر لك دراعك ورقبتك. لا دراعي بس يا فندم، رقبتي ابن السيد معالي وزير البيئة. وايه اللي تحت عينك ده؟ دي لا ده ابن عضو مجلس الشعب.
انا لا يمكن اسكت على كده ابدا. اسمها فوضى. نعم الاستاذ رمزي ابن حضرتك. خليه اتنايل يدخل. ياسو. ازيك؟ على فكره انت ولد سافل وقليل الادب. ايه اللي انت عملته ده؟ ازاي تمد ايدك على مدير المدرسه بتاعتك يا كلب؟ داد كول داون. انا كنت بحوش عنه. الفاس كله كان بيتخانق وهو اتعجن في النص. مش صح كده يا مستر بهاء؟ اه الحقيقه الاستاذ رمزي ما كانش بيضرب، كان بيحوش. الظاهر ان انا دلعتك زياده عن اللزوم. انا لما كنت في سنك وكنت اشوف المدرس بتاعي كنت بعملها على روحي. داد بليز اخرس خالص. انا هنقلك من المدرسه دي. هوديك المدرسه اللي انا درست فيها في الارياف في 100 بدر حلاوه عشان تعرف ان ده حق. استاذ بهاء انا بعتذر لك بشكل شخصي. ربنا يخلي معاليك يا فندم. عقبال باقي الوزراء ما ينقلوا ولادهم من عندي يا رب. اسمعي يا مصر، المشوار اللي احنا رايحينه ده هو اللي خطوبه ولا قرايه فتح؟ ده اختبار للبنت وخلاص، اتفقني؟ ايوه ايوه امال ايوه. واوعي تكوني قايله لحد في البلد كده ولا كده. وغلاوتك ما قلت لحد، على الاقل الجوازه ما تتنظرش. ان شاء الله، يلا نط يا ام. ان شاء الله ادعي الله يا ربنا يوفقنا. مبروك يا استاذ رمضان. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الناس دي عرفت منين؟ انا مش عرفني وانا يعني هقول. لا ما انت مش هتقولي، ده ناقص الزرعه تقول لي الف مبروك. هوني فتانه. ماشي يما ماشي. مبروك يا ام رمضان. شايفه يما؟ مالك يا ام شلبيه؟ مالك دنياك. مبروك يا استاذ رمضان. الله يبارك فيك. تعرفت منين يا سلامه؟ كل الناس كانوا بيتكلموا عليها امبارح. سوق السمك يا استاذ رمضان. سوق السمك كمان. هو انت كنت هتعشينا ايه النهارده يما؟ سمك. امشي امشي. يا صلاه النبي يا صلاه النبي. زفه كمان زفه يما. كل ده وما قلتليش لحد. كاني ناقص اروح الاقي نفسي مخلف منها عيلين. يا ضنايا مش قاعد يدول همي. والله ده شرف كبير انك انت هتناسبني يا استاذ رمضان. انا مش عايزك تستعجل يا حاج سليمان، انا لسه ما ناسبتش حد. عاده هناك زيجات كثيره نبداها بضحك ولكن تفشل في النهايه. اسمعي يا بنتي يا تهاني، هتخرجي من بيت ابوكي على بيتي على القبر على طول. اللي تشوفه طبعا يا استاذ رمضان. ابوك اللي بيضحك على طول ده هو هتشوفيه مرتين بس بعد كده. مرة واحنا بنكتب الكتاب واللي بعديها مباشرة لما يموت تيجي تلقى عليه نظرة الوداع وانتهينا. ده كرم والله يا استاذ رمضان. لا مؤاخذة يا حاج سليمان، الاعمار بيد الله. اما بالنسبة لموضوع الاغاني فديه بند مرفوض تماما، حتى على سبيل الدندنة وانت في الحمام. مرفوض يعني مرفوض. ما تفتحش عينين البيت يا استاذ رمضان، دي لسه قطة مغمضة. اللي اوله شرط اخره نور يا حاج سليمان. ودلوقتي انا عندي سؤالين ليها وجها لوجه بالاذن. بيمتحنا الاستاذ رمضان، بيمتحنا. ناجحه باذن الله. السؤال الاول، هل تضعين احمر خدود على خديك؟ ابدا والله يا سي الاستاذ رمضان. ايه مناسبه الزغروطه ده هي؟ وايه اللي دخلك في الكلام؟ انا بسالك عن خدودك ولا عن خدودي؟ رمضان عذرا يا امي. امي جاوبي يا بنت. لا والله يا استاذ رمضان. لا ايه، امال الدم اللي بيبك في خدودك دي يا بت؟ ده حمار رباني. هي حصلت تغشيشه وانا واقف؟ انا بسالك ولا بسالها هي؟ انكتم خالص. السؤال الثاني، هل تصففين شعرك او تكوينه او تسشورينه عند الكوافير؟ طبيعي والله يا استاذ رمضان. لا ازاي يا بت وانا شايفه زي الحرير كده؟ ده حرير رباني. يمين بالله علقك وعبطك قدام اهل بيتك، اما اكون بسال حد الكل انكتم. بت يا تهاني، عيناك العسليتين البنيتين اللي انا شايفهم دول، عسلي عسلي وبني بني ولا لنسز؟ لنسز رباني. تصدق بالله ان كلمه تانية هطردك بره وما هدخلك لو جبت لي مين في البلد؟ يا راجل انكتم. بنت يا تهاني، انت ايه علاقتك بالراجل اللي قريفني ده هو المدعو سليمان ابو حجر؟ رباني برضو؟ عاوزه تقول لك ابويا اللي رباني. خلاص بقى يا رمضان، ما تحبكهاش امال. نقرا الفتح. نقرا الفتحة ويا ريت قهرا عشان لو فيه غلط ولا حاجة. الليلة دي سيبنا الله ونسى كل الدنيا دي ومضى. الله 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 يا حاج سليمان، يا ريتها جت على الأغاني الهابطة وبس. بص بص يلا يا اما نمشي في البيت النجس ده. أنت بتتشرف بالصبح ليه؟ هو بيت أبوك عمال داخل خارج
مش خدوده مش رجليه، انت مالك ومالي؟ ده انت تبت يا اخي، ده انت فيك العبر، انت مش حاسس بنفسك يا جدع؟ انت انا اللي نفسي اسالك سؤال. اسال وانا جاهز للرد. انت قصير ليه؟ رباني. اشهدوا يا اهل البلد. رمضان اختشي يا رمضان. معذره يا امي. اشهدوا يا ناس، شوفوا العروسه بنت الحسب والنسب اللي انا جاي اتجوزها، مطلع دول من اوضه نومها، اقسم بالله العظيم من اوضه نومها. الاولاني اهو اسمه حماقي، وكاتب ليها على الصوره ناويها. ناوي على ايه يا تهاني؟ ناوي على ايه انت وحماقي؟ وبص التاني كاتب ليها ايه؟ الاستاذ عمرو دياب كاتب ليها الليلادي. طب كنت خليناني بكره يا حاج سليمان. فضحتنيش قلبي فهماني انها جايبه شرايط ديت عشان تاخد كورس انجليزي. ايوه يا شيري، بكلمك من ميت بدر حلاوه. ايوه ابويا بربيني. لا المنظر هنا روش قوي، بقر وحمير عالي قوي يعني. التزم بالطريق، قلت لك التزم بالطريق. استنى شويه. طب ثانيه واحده، مو بعد واي مان دي كده ولا كده؟ مش ماشي لا كده ولا كده. All right, that's it. Take it easy, Ahoy's. اهلا اهلا باشا، اتفضل قيام. صباح الخير يا ولاد. صباح النور يا استاذ. جلوس. اعرفكم بزميلكم الجديد رمزي باشا، لازم تحبوه وتحترموه وتسمعوا كلامه، اعتبروه اخوكم. اخوكم ده ايه؟ اعتبروه الناظر. الا مؤاخذه، انت احسن من اي ناظر. ولا وما ادوار فضلات او التختي. لا 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 لا، أو سي إن ذا باك. إيه ذا؟ إن ذا باك. أنت وشوقك إن شاء الله تقعد في مكتب الناظر. اتفضل. حاجة كده على مقوسم بالهنا والشفة. Thank you. تأمرش بحاجة تانية؟ كاتشوب. ليه؟ هو احنا وصلنا معاك في حاجة؟ I don't understand anything you're saying. You don't understand me. So there's no point, okay? ده واجب علينا برضو. انت فصلتني. انا افصلك؟ ده انت ابن الوزير. ده انت اللي هتفصلني. You take drugs as well. انجليزي ابن وزير بقى. في حاجة؟ I see you looking at my food. يعني في حاجة. لا تتمنورنا يا محمد. ايوه يا اخويا، لقيتها شايلاني طول العمر، قلت اشيل هاني يوم بالغباوه اللي فيك دهية. اجري على السلطه والعجلات، الاستاذ رمضان بيقول لك عايزها تيوتي قبل الحصه السادسه ما تخلص. والله انا من رايي تبيعها وتجيب لك بيها موتوسيكل. يا لها موتوسيكل في رومك انت واللي خلفيتك. غور غور عن ناقصك. نبي يا رب تعترني في الواد اللي قلبني في التير على زرع بصل ده. يا رب نادرين علي يا رب، لو كنت دابح ارنب مفرقه على البلد كله بس عطرني فيه. يا مهندس بالك جديد جاي من مصر يا استاذ رمضان. اما اسالك من اطرد مش من راحه. ايوه يا اخويا ارقص. ايوه الدلع عايزك تفرح، الايام اللي جايه سودة عليك سودة. ايوه هات هات يا اخويا هات، تاني هخليك الفت. انزل واطلع، انزل واطلع يا اخويا فرحني. انبسط انبسط. ايه يا اخويا اللي في ودنك دي؟ لابس حلقه يا ولد؟ الايبود. الايبود ده والايبود ده هو اللي بيرقصك كده؟ لا انا بسمع مزيكا. بتسمع مزيكا؟ لا اسمع يا اخويا، بص بقى انهي
هسمعك الايبود بتاعي ده هيرقصك على واحده ونص. اه اسمع كده اهرق يا فتحي باشا. يا اساتذه مدير مكتب معالي الوزير جاي بنفسه عشان يطمن على رمزي باشا واحنا كلنا خدامينه. في العاب معينه يحب يلعبها رمزي باشا. رمزي باشا بيلعب سكواش، عندكم ملاعب سكواش؟ ينوجد الكسواش نجيبه. هو احنا مش كان عندنا كسواش؟ رمزي باشا لو جاله برد انت مسؤول قدامي. يا فندم احنا نعياله. ايوه معالي الوزير انا في المدرسه. مش عاوز رمزي باشا يشتكي من ايتها حاجه، تتنقل له انضف تخت للفصل ويتلزق كله بورق الحائط. وعايزك يا استاذ حسين تتفق مع ربوار يبعت يوميا دسته جاتوه لرمزي باشا عشان نفسه تتفتح على المذكره. ايه ده زلزال؟ يا انا بتجروا ليه كده؟ استاذ رمضان بيضرب الواد الجديد. انهي واد؟ يا نهار اسود استاذ رمضان. الله يخرب بيتك يا استاذ رمضان، ده هيقفل لنا المدرسة. انت بتضحك علي. يا نهار مش باين علي وعلى خديني. اوعى اطلع يا رمضان، اوعى وسع يا ولد منك نوح. انا وان كنت الاخير زمانه لآت بما لم يستطعه الأوائل. اعربي يا ألفت، اعربي يا ألفت اللي بتمشي على الترعة بالعربية وتخبطي في الناس. اعربي يا ألف. لم أداة جزم. كمل. يستطيعه فيرب مدرب مجروب. يستطيع ايه يا أخويا؟ فيرب. فيرب الفعل بقى فيرب يا أولاد. بس يا ألف بس الفعل بقى فيرب. الولد ماشي بيتضرب، اكسروا الباب. عظيم بيمين ابدا اللي هيتكلم كلمه لا يتعلم مكانه. انت يا جزمه يا ابن الجزم. يخطي 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 يخطي. ايه اللي بنيله ده يا رمضان؟ فك الواله، ابوس ايدك فك الواله. لا يا اخويا مش هفك الواله، الواله ده هيتمد على رجليه، ده هيقلبني في الدرع. انت مش عارف الواله ده ابن مين؟ هيكون ابن مين يعني؟ ابن وزير التربيه والتعليم. ايوه ابن وزير التربيه والتعليم. يا اخويا انت مسكت في الكلمه قوي، خليه ابن وزير الراي. لا لان في الحقيقه ده ابن وزير التربيه والتعليم. الكلام ده صح يا حضره الوكيل؟ مالها بردت كده ليه؟ ولا اني بيني جعان؟ كان مستخبي لنا فين ده كله يا ربي؟ هيرفضوك يا حبيبي؟ هيقطعوا عيشك؟ يا ريت هتيجي على الرفض وبس يا امي، دول ناويين يحولوها جنايه. هيسجنوه يا اختي، ده انا ماليش في الدنيا غيره. اما انا عليك يا رمضان، اول ما توصل مصر تروح السيده نفيسه تقرا لها الفتح وتطلب من ربنا يخرجك من الشده اللي انت فيه. مدد يا ستني. وامن عليك يا رمضان، لو ربنا خرجك من اللي انت فيه تروح سيدنا الحسين وتجيب لي ازازه ريحي من جار المقام. مدد يا سيدني. وامن عليك يا رمضان، تجيب لي حته قماشه 6 متر من بيتي اعملهم جلابيه. امي عايزه قماشه من بيتي. دي مهزله، المدرسه دي لازم تتقفل. استنى كلكم لازم تتحاكموا. معاليه باين عليه مزاجه وحش النهارده. الوزراء بقى بيبقى اخلاقهم ضيقه. وانا لو قمت جريت من هنا هيجرى حاجه؟ نبي ما هيجرى حاجه. ست حالات جواز عرفي عندك في المدرسه، الاطفال عمرهم ما عداش 16 سنه. الوزاره دي اسمها وزاره التربيه والتعليم يا فندي، يعني التربيه تيجي قبل التعليم. ده سن خطر جدا يا معالي الوزير، محدش عارف هما بيفكروا ازاي ولا بيعملوا ايه. رمضان مبروك ابو العالمين حمودة. خليه يدخل. يا اعدل الناس، يا اعدل الناس الا في مخاصمتي فيك الخصام وانت الخصم والحكم. انت الخصم والحكم. نعم. و
وعشوائي اخلص بعد. يا معالي الباشا، انا جاي النهارده عشان ابص الايادي، ولو في حاجه تاني غير الايادي مستعد ابص. الهي ما واروح، الهي اتشل واقع قدام سعادتك مسلول على المكتب دوت، الهي يدهسني قطره يفرق كل حته فيا في حته، الهي يدب فيا ده النتاني والناس ما تطيق ريحتي. اني ما كنت اعرف اني معاليه يبقى ابني معاليك. انت اللي ضربت ابني. لا مش انا، مش انا، هي ده، هي ده، هي الهي تنشلي، كنت تنشلي تنشلي قبل ما تتمدي على بعلي. ومين بقى اللي قالك ان انا زعلان منك؟ بالعكس، ده انا سعيد وفخور بيك جدا. وبالمناسبه ده يثبت لي ان التعليم في الارياف افضل 100 مره من المدارس اللي انتوا بتفتحوها. فخور بيه؟ يعني معاليك مش زعلان مني انني ضربت معاليه؟ بالعكس، انت هتاخد مكافاه يا استاذ رمضان. مكافاه؟ يو يو داريو. الاستاذ رمزي ابن سعادتك. استاذ رمضان اتفضل اتفضل. اهلا يا اخويا. اهلا يا شملول. اوعى تكون فاكر ان ابوك اللي واقف دي هيحوشك عني. لا يا اخويا، تعال اقف قدامي هنا. تعال يا فدى، تعال هنا. اوكي دونت تاتش، دونت تاتش، دونت تاتش. ما وقفتش قدام الياد زي ما قلت لك. ام فاين ام فاين. طب اسمع يا اخويا، انا دلوقتي هقول لك جمله تعربها قدام معالي الوزير، ويمين ثلاثه ان ما اعربت صح لكن مدك في مكتب معالي الوزير. ها اعرب يا اخويا. انا وان كنت الاخير زمانه لات بما لم يستطعه الاوائل. اعرب. لم اداه جزم. ايوه. يستطيع فيرب مضارع. فيرب فيرب تاني. خلاص فيرب تاني. خلاص خلاص يا معالي الوزير، بيقول ساعتك فيرب. معلش فيرب. يعني انا مدرسه لغه عربيه ولا لغه انجليزيه؟ خلاص يا استاذ فيرب يا هلا. بتحرجني قدام معالي الوزير عشان خاطري. عشان ماشي. بسم الله ما شاء الله، دي معجزه يا معالي الوزير. انا مش قادر اصدق لو داني ولا عنيا. سعاده الوزير، انا محتاج الاستاذ رمضان عندي في المدرسه، هو ده اللي هيعدل الميله وبالمرتب اللي هو عايزه. ها ايه رايك يا استاذ رمضان؟ والله يا معالي الوزير اللي تشوفه سيف على رقبتي، بس انتوا فاجئتوني. انا كنت عامل حسابي ان انا جاي اتحبس، الموضوع جه فجاه، فسيبونا يعني نستخير الست الوالده وناخد يومين ثلاثه نفكر، واللي في الخير يقدمه ربنا. اخوك رمضان مبروك ابو العالمين حموده، مدرس اللغه العربيه الجديد. تشرفنا يا استاذ رمضان. فريد باهر مدرس الساينس. هو فين دي؟ انا فريد باهر. اهلا وسهلا، تشرفني. المدرسه ده هي بتيجي لها كام فدان؟ فدان؟ اللي اقول لي يا استاذ فريد، هو انت ما عندكش حصه ولا ايه؟ فاضي يعني؟ فاضي فاضي ايه بس يا استاذ رمضان؟ اصلي شايفك يعني ماشي براحتك في المدرسه ما وراكش حاجه. تخيل تخيل يا استاذ رمضان، الولاد مش عايزين ياخدوا حصه، قلت اسيبهم براحتهم. قلت عادي يا بت، عادي يا بت، بلاش نكاع، عادي. مالهمش مزاج ايه؟ ياخدوا حصه. يا صلاه النبي احسن، لو التعليم هنا بالمزاج دي تبقى مسخره. يا استاذ رمضان، الطلبه اللي هنا المدرسه بالنسبه لهم فسحه، كلهم بيعتمدوا على الدروس الخصوصيه. يا ده الخيبه، هو المدرس مننا لما يدخل البيت ويقعد على ترابيزه السفره ويتحط له الشاي والكيك هيبقى له كلمه على العيال بعد كده؟ عليه العوض. انت مالك متاثر بكلامي كده؟ اصلي لسه واكل كيك امبارح. استغفر الله العظيم، اعوذ بالله من غضب الله. ماسكينهم في شقه دول ولا ايه؟ طب ما يغطوهم بملايه لحد البوكس. هي يا استاذ رمضان، دول عندهم حصه سويمنج. حصه ايه؟ سويمنج يعني سباحه، سباحه. والناصر عارف؟ ده ساعات بينزل معاهم. يا نهار اسود، لا انا شكلي هتعب في المدرسه ده. هي اهدي. ايه المسخره ده؟ هي كوره في الفصل؟ اقعد يا هلا، اقعد انت يا بت، اقعد على التخته بتاعتك. تخته؟ ايوه يا اختي تخته. رمي انت يا عبد الحليم يا حافظ، اقعد مكانك يا اخوي، ترمي مكانك وانت نازل رجلك. ايه المصيبه اللي انا جيت فيها ده؟ هي انت هذا بشعر معفن انت، تعدل تعدل، بص قدامك. لما الاستاذ يدخل يبهم انت وهو وهي، تقوموا تقفوا قيام. تنفخ ليه يا رحمامه؟ انفخ انفخ، انا اوريك النفخ في الامتحانات ان شاء الله. نتعرف الاول عن الاستاذ رمضان مبروك ابو العالمين حموده. كويس قوي، ما كنتش اعرف ان اسمي بيضحك. يا اختي افتحي بوك تاني، فاهم ولا لا؟ سوري يا مستر. لا يا اختي انا مش مستر، انا استاذ رمضان. ترزهم ترزهم. ايه يا ابني دي؟ ايه دي؟ انت اسمك ايه؟ ايمن كريم الششتاوي. كريم الششتاوي؟ ايوه ابن وزير البيئه. ايوه 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 ابن وزير البيئه. طب يا اخويا ما تتنكش قوي كده،
دي السحابه السودا جايه لحد دماغك، بكره ده يتحلق بدل ما احرقهولك، فاهم ولا لا؟ انت يا خالد بتنفخ، اسمك ايه؟ محمد احمد الخرساني. احمد الخرساني؟ ايوه وزير الصحه. ايوه يا اهلا يا اهلا، باين عليك الصحه، انبسط. أمانة عليك وانت قاعد في البيت، يبقى هات سيرة المستشفيات الحكومية اللي الناس بتترمي فيها على البلاط وكياس الدم الملوث واللي انت عارفه، يمكن يمكن حد يهتم. اوكي اوكي انا بشك منك هذا اللي يتعدل. اوكي وانت يا اخويا اسمك ايه؟ اسمي امير المصري وبيدلعوني بيقولوا لي وائل عبد السلام. احنا نستظرف يا انت ولا ايه؟ مش بستظرف والله، حضرتك اشرح لك الموضوع. اشرح لي يا اخويا. ماما كانت عايزه تسميني امير وبابا عايز يسميني وائل، اتخانقوا. امي كانت حامل في الشهر الرابع فهو مش عايز يا ست حامل يعني، فقال خلاص نسميه امير ونكدب عليها. لما خلفتني جدتي ام ابويا ما بتحبش امي اساسا، فقالت خلاص نسميه وائل، فاما تقول لا امير ودي تقول وائل بعد. اسكت بقول لك. ما هو بعد بقول لك اسكت. اني مالي اني مالي يا رزق، انا ما احب اندهك. اقول لك ايه يا جلال؟ يا جلال يا جلال شكلك رخم وسنتك سودا طينا معايا. انفخ، عايزك تنفخ. قوم يا عادي انت، من ساعة ما دخلت شكلك مستفزني. قوم يا شكلها سنة سوجة. اسمك ايه يا فرع؟ شهاب عبد الحميد النجار. اوعى يا عادي يكون اللي في بالي. هو وزير الداخلية. اتفضل استريح يا سعادة الباشا. اتفضل لحظة واحدة، لحظة واحدة. ما ينفعش تقعد كده. هاتي يا بنت انت منديل ولا حاجة. هاتي حاجة. هاتي يا بنت الله يخرب بيتك. اتفضل استريح. اتفضل. اتفضل. اسمع يا عادي انت وهو. اسمع يا حبيبي. أن اللي جايبني هنا معالي وزير التربية والتعليم شخصيا، يعني لا يهمني ابن فلان ولا ابن تيرتان. طبعا الكلام ده مش ليك انت. استدعاني وزير التربية والتعليم وقال لي والنبي يا أستاذ رمضان، قلت له أنا بحبش الحلفان، انجز عايز مني ايه؟ قال لي العيال ده هون أمانة في رقبتك، وأنا يمكن أخون الأمانة، يعني لو انتوا فاكرين أن انتوا مسنودين أنا كمان مسنود. اهلا اهلا يا حيلتي. اهلا. كنت فين يا غندور انت والشملوله؟ اصل جيجي مخلص. مين جيجي ده؟ هي جيجي. هي ده هي. اهلا يا ست جيجي، كنت فين وسايبين الحصه؟ اصل بقالي يومين قافل الموبايل. ف ما تقفل الموبايل ولا تتحرق هي والموبايل. انتوا سايبين الحصه كنتوا فين؟ تيجي ايزي، شي هاد بوي فريند بروبلمز سو اي كيم تو سورت ات اوت. هير بوي فريندز ا بيت اوف ان ايديوت يا سو اي جست يو نو ستيبت اب تو هيم سو وات واتس جوين اون مي واتس رونج وذ يو مان. خلاص خلاص خلاص. اذا كان على كده براءه. تف يا بنت اللي بقى انا وغوري مكانك. امشي يلا يا اخويا. امشي امشي يا بتشوح يا ولا. شكلك نسيت التعليق اللي في السقف. ها اجري. ايوه كده. الناس تخاف ما تختشيش. اسمعات اهو هي، كل واحد يطلع كتاب الصرف والنحو، هعمل لكم امتحان مستوي. استاذ رمضان. ايوه يا باشا. مش لاقي الكتاب. انا مش لاقي ايه؟ كتاب. مش لا في كتاب. هاتي بنت الكتاب ده. ايه بس لو نسقط؟ ما تسقطي ولا تتنيلي ولا عايز ان انا اتحبس. اتفضل يا باشا. وحشتيني قوي يا امي، ربنا كرمني وسكنت جنب اولياء الصالحين، ومعايا راجل طيب في البيت اسمه الحاج طه بيلم لي الكراريس. تعال يا شريف يا خرسان، اهدي صفر. يلا غور في داهيه. تعالي النبي صفر كلكم. ايه ده؟ في ايه؟ ايه يا رمضان عمال تحدي في الكراريس ليه؟ هتجنن يا عم طه هتجنن. خلاص العائلات بقت بتستعر من اللغه العربيه. خلاص اذا كان ابن وزير التعليم من كتر سفره بره بقى بيرتن انجليزي على طول. ده العيال ونفسي النوم كنت حافظ الفيه ابن مالك. طب يا اخي روق كده امال، وقرب منهم صاحبهم، شوف ايه اللي بعيدهم عن المذاكره. اقرب من مين بس يا عم طه؟ ده الواد والبنت من دول وانا بشرح في الفصل يقعدوا باصين لبعض كده كانهم على الكورنيش. يا خبر اسوح، افصل بينهم يا اخي. فصلت يا اخويا فصلت، بقوا شغلوا البلوتوث على التليفون. تليفون؟ خد منهم التليفونات. وحياه النبي خدتها ورميتها، بقوا يعملوا تشات. تشات؟ تطلع ايه تشات دي؟ ده موال كبير مالكش دعوه بيه انت، الكمبيوتر خرب الدنيا. كمبيوتر؟ يا خبر اسوح، البنت بنتي طول النهار قاعده قدامه. روح الحق بنتك روح. اهدي، مضاف اليه مرفوع بالضمه. في شارع مين دي يا ابن عبد الحميد يا نجار؟ نجار؟ ده ابن وزير الداخليه. ايوه شهاب ابنه، بس وزير الداخليه على عيني وعلى راسي، انما الصرف والنحو دي مسؤوليتي. عظيم بيمين ابدا لاكون رايح ضربك في وسط بيتك وفي وسط اهلك ومش هيهمني. عنوانه ايه؟ وزير الداخليه يا عم طه. لا 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 ما تتطورش يا رمضان، ده وزير الداخليه. وعافية.
عن الاستاذ رمضان مبروك ابو العلمين حمودي. في ايه؟ وانا اللي كنت محبكي هو المضاف اليه دي ابن اختي. انا مالي، انا بشكرك والله على المعامله الطيبه، الف شكر. مع الوزير؟ ايوه مع عليك. مع سعادتك. اكيد يا فندم. هنوصل الاستاذ رمضان لحد باب البيت. اكيد يا فندم. مع سعادتك يا فندم، معالي الوزير. يا باشا ازاي معاليك؟ الف شكر على الاهتمام ده، ربنا يبارك في حضرتك، ربنا يخليك. لا شهاب، شهاب يقدر يغلط فيا؟ لا يا لا هو ولا حد بالمدرسه، هو غلط في المضاف اليه. ايوه هو رفعه وزاره التعليم مصره تجره. انا من رايي الداخليه تتدخل وترفعه، ولو الداخليه رفعته الشعب كله يرفعه يا باشا. ايوه المرحله السنيه اللي انتوا فيها دهيا اسمها العلمي مرحله البلوغ. يعني ايه البلوغ؟ يعني هناك تغيرات فسيولوجية بالنسبة للبنت او للولد. البنت تقف قدام المراية تلاقي نفسها بتتغير وفي حاجات بتتغير فيه تفتكر انها كبرت. انما الولد مش محتاج مراية، هو يا دوب شوية شعر معفن يطلعوا له في دقنه ولا في شنبه ويبتدي يجعر في البنت زي البقرة، وابوه قاعد مش لازم يقول لك يا بنت راجل اربط عندك، اربط عندك اللي بتبوس. اهدي هات يا اخويا وريني. ايه ده؟ ايه؟ صورة فضيحة؟ لا دي نجلة. نجلة مين يا ولد؟ دي صورة فضيحة. لا نجلة. لا مش نجلة، دي فضيحي. دي نجلة يا استاذ. بقول لك فضيحي. انت ما تعرفهاش نجلة وجدي. لما تبقى لابسة كده تبقى نجلة ولا فضيحي؟ لا فضيحة. اديك قلتها، يبقى انت ايه؟ بتجيب صورة فضيحة في الفصل. يبقى تستاهل ضرب الجزم ولا لا؟ استاهل. يبقى انت اعترفت على نفسك. بس في حاجة. ايه؟ شهاب كمان معاه صورة. ايه؟ ايه يا عم في ايه؟ ما تخليك في حالك يا عم وائل، انت مالك؟ معاك صورة ولا انا بجد؟ يا اخي مالك وائل؟ ما انت معاك صورة. اهزي بقى. اهزي بقى. اهزي. اخلص يا عرب. تعال هنا. انا واخد امر ان انا ربيك. عرفت. فين الصورة اللي معاك؟ وريني. وريني. انا هركب واصغر حتى ما هي بقى. ايه دي؟ شوف دي عامله ازاي؟ يا نهاركم اسود، هي هي الولية. بس هنا مش دريها والتانية كانت مطية. الله الله الله. الله الله. هي الولية دي تفشت فيكم ولا ايه؟ خليك انت عاقل يا ابن العاقل. مالكش دعوه بيهم، اه دول عيال صيع، دول هيترفدوا ان شاء الله. يا امير يا ابن الامراء وريني وري. يا نهارك اسود، يا نهار. حتى انت، حتى انت ده انت لولد ابوك سودا. وحياة النبي لاجيب البوليس مش اولياء الامور. اهدي، هي الوليد هنا عمل جماعي ولا مرشح لنفسه مجلس الشعب؟ وريني وريني معاك انت كمان. لا انا معايا الصوره. طب انت هتجيب صوره ليه؟ متفق عليك التسبيح. اترمي هنا، اترمي وانزلي تحت الملايه. ده انتوا نهار ابوكوا اسود. لا مؤاخذة يا جماعة، لا مؤاخذة، أنا بجرب خرزانتي، خليكم في شغلكم. الواحد هيتفرس. بقول لك إيه يا أستاذ فريد، معلش أنا هعطلك معلش. هو مين في المدرسة هنا بيدرس للأولاد دين؟ لا الدين هنا اختياري مش إجباري. أتاري. العيال طالعة قليلة الدين وماشيين في الشارع شكلهم زي كفار الجاهلية. We are preparing for the Halloween party. Please ask Mr. Ramadan if he wants to join us. أستاذ فريد، أنا سميحة بتقول رمضان. هي تقصد ناني ولا بتتكلم على الشهر الكريم؟ لا دي بتسأل حضرتك إذا كنت تحب تشارك في حفلة الهالوين بتاعت السنة دي. حفلة الهال إيه؟ الهالوين بتاعت السنة دي. وإيه الهالوين دي؟ ده حفلة بتتعمل كل سنة في أمريكا. وإحنا نحتفل بيها ليه؟ يعني هم الأمريكان بيصوموا وقفة عرفة ولا بيحتفلوا بتحرير سيني؟ هي أمريكا حاشرة نفسها في كل حاجة كده، حاجة عجيبة أوي. أستاذ رمضان موجود؟ أيوة يا ست، أنا الأستاذ رمضان مبروك أبو العالمين حمودي. ودي الأستاذ فريد صديقي، ودي اللب طب بتاعه. كنت عايزة حضرتك في كلمتين على انفراد لو سمحت. أنا تحت أمرك. كلمتين على إيه؟ على انفراد لو سمحت. أظن الجملة واضحة، على انفراد يا أستاذ فريد. بس كان عندي شغل على اللابتوب. عندك شغل على اللابتوب؟ خد خد يا خد. يلا يلا. سلام. سوري. لا ولا يهمك. سلام، ده باين عليه يطلع صدخ. تفضلي تفضلي يا ست، اهلا وسهلا. شكرا. سكرك قد ايه؟ لا ميرسي شكرا. لا ازاي ده الكلام، انت فضلتي الاول. متشكره قوي ميرسي. طيب خير. انا مامه الطالب اللي عندك امير اللي في الفصل. امير مش عاجبني يا ام امير. ولا عاجبني ولا عاجب بابا ولا عاجب حد. ابني هيضيع مني يا استاذ رمضان. هو بيعمل ايه يعني؟ نوريني وغوشتني قوي. معلق لي صور المطربه دي اللي اسمها نجلاء وجدي، وطول الليل والنهار مشغل كليباتها واغانيها، وكل يوم سهران عندها مرسي في النايت كلوب اللي بتشتغل فيه. واخر حاجه عملها مد ايده وسرق، سرق البروش بتاعي عشان يقدمه لها هديه. حرامي. يا نهار اسود. وابوه فين يا ام امير؟ في دبي. دبي؟ ما هو ده اللي ضيعني. انا لجأت لك يا استاذ رمضان لانه حسيت انه بيخاف منك وبيعمل لك الف حساب.
أرجوك انقذوا من البنت دي أرجوك. خير يا عم طه؟ فيه إيه؟ في واحدة ست مستنيات جوه، باين عليها ست مهمة قوي. الدنيا اتقلبت أول ما دخلت الشارع، فتحت لها ودخلتها. ربنا يستر، ربنا يستر. السلام عليكم. عليكم السلام أستاذ رمضان. أيوه فندم. أنا بقى مامي شهاب، طالب عندك في الفصل. شهاب مش عاجبني يا أم شهاب. ولا عاجب بابا ولا عاجبني ولا عاجب حد خالص. أيوه أيوه، وطول الليل ما بيذاكرش ولا يفتح كتاب، وبيسمع أغاني البيت اللي اسمها نجلاء وجدي دهياً، ومعلق صورها في كل حتة، صح؟ وأبوه في دبي كمان. لا لا، بابا مش في دبي. يا صاحبي ده ما ينفعش، يبقى هيسافر دبي إن شاء الله. وأنت إيه اللي عرفك يا أستاذ رمضان؟ يا هانم، أنت جالي دلوقتي عشان أنقذ ابنك من المطربة اللي اسمها نجلاء وجدي، صح ولا لا؟ فعلاً صح. ايه اللي بتعمله ده؟ دي فحل بصل هيفكرك بقام البلد يا باشا. انت بصراحه لازم تفطر، مش معقول قهوه على غير الريق. مش عاوز ما تحرجنيش. يلا مالك؟ ميه ليه؟ بتعمل ايه يا مجنون انت؟ دريادي بتاع شوت ميه. ميه ليه كل للباشا؟ اقعد اسال واتمرقع لحد ما يموت في ايدينا. روح هات ميه. الف هنيه. طب بصراحه مش عاجبني يا باشا. وبعدين انا عارف ايه اللي مزعلك. ايه بقى يا ابو العريف؟ رمزي ابنك. رمزي مش عاجبني يا ابو رمزي. ايوه مش عاجبني. معلق صور البت المسخوطه اللي اسمها نجلاء وجدي، وليل ونهار مشغل اغانيه وما بيفتحش كتاب. بالسرعه دي قدرت تفهم رمزي؟ يا معالي الوزير، دي مش مشكله رمزي، دي مشكله جيل بحاله. طب وهنعمل ايه في الولد يا رمضان؟ الولد كده هيضيع دمه وهتتجنن. سيب الموضوع ده على الله وعلى العبد الفقير اللي قدامك. ويا ني يا نجلاء وجدي في البلد. وفيها ايه يا استاذ رمضان؟ فيها ايه؟ فيها مسخره، فيها قله حي، فيها انحلال. هم اللي عيالنا ناقصين جنان لما احنا نجننهم اكتر. استاذ رمضان، شبك لبك يا اخويا. احنا خلاص اتفقنا معاها ومضينا العقد. طب يا اخويا خلي عادي ينفعك، ما تعرفش مين يتكلم معاها شخصيا في موضوع البيت ده؟ هي معالي الوزير، شوف بقى لما يعرف ان انت اللي مصر تجيبها، احتمال بكره تسيب المكتب ده هون وتنزل تضرب الجرس تحت. طيب انت شايف نتصرف ازاي يا استاذ رمضان؟ انا شايف ان انت ترتاح على مكتبك ده هون وتشرب مجح البحصي، وسيب لي الموضوع ده عليا، وانا بعون الله بعون الله هخلصه. احنا عايزين نحافظ على عيالنا يا استاذ علاء. بهاء. علاء، بهاء، ابتلاء. المهم نحافظ على عيالنا. سيطرة. سيطرة. حبي لك مش حب عادي، كل ما مش لقيك قصادي وبجالس فلاقيك ورا. اي حاجة تقول عليها مش هرقش تاني فيها، هعمل كل اللي انت عايزه. ده كفاية انك تبقى جنبي، ده انت نور عيني وقلبي. ايوة ده اللي قلبي عايزه. باللغة العربية انا مش هتقوى، انا غشيمه، انا بدي ادلجيه ونعم.
نجلاء وجدي موجودة؟ موجودة يا أخوي. معاك الرائد محمود يوسف من مصلحة الجوازات والهجرة. أهلا يا فندم. معلش يا نسا نجلاء، أنا جاي لحضرتك في مهمة سخيفة شوي. الإقامة بتاعت حضرتك في مصر انتهت وفي أمر بترحيلك من البلد، وإحنا هنديلك مهلة لنهاية الأسبوع ترتبي أمورك عشان تغادري البلد. إيه؟ أنا ما أقدرش أمشي من هنا، مش هينفع أرجع بيروت، أنت عارف مشاكلي هناك. اتصرف يا شوقي، شوف لك حل. يعني نتجوز وناخد الجنسية؟ ما هو الموضوع برضو. أنا قلت لك 100 مرة الموضوع ده ما تفتحوش تاني، روح شوف شغلك. ايه اللي رايح فين؟ طالع الفندق، اللي رايح فين وقع كده؟ اوعى انت وهو. هو انت في زيك يا ست نجله؟ والنبي يا اختي انا حاسه ان ربنا حيشلك خير كبير قوي، اهو باين اهو قدامي في الفنجان، عريس زي فلقه القمر، طول ايه وعرض ايه، يخربي يخربي، جاي لك بيخبط على الباب. سلام عليكم. طول بعرض؟ انت متاكده؟ الظاهر يا اختي البني مغشوش. انا الاستاذ رمضان مبروك ابو العالمين حمودي، مدرس اول لغه العربيه ورئيس جماعه الخطابه بالمدرسه التجريبيه الحديثه. مين فيكم نجلاء وجدي؟ يعني حضرتك مش عارف؟ وانا هعرف منين؟ ما انتوا العمليات التجميل اللي بتعملوها ليل ونهار في خلقيتكم بتلخبط الناس. خلصوني، مين فيكم نجلاء؟ نعم انا نجلاء، عايز ايه؟ بص يا بنت الناس، انا مش جاي اقطع عيشك، انما من حيث حفله المدرسه احنا استغنينا عن خدماتك خلاص، شوف لك حته ثانيه امشي غني فيها. انت ازاي بتكلمني كده وبصفتك ايه؟ أسر الكلام، ولا صفتي ولا نيلي، غنى في المدرسه عندنا مش هتغني ولو ببلاش. شوفي ولو ببلاش، والعيال دول تسيبك منهم خالص، دول لسه عيال صغيرين تراي، اهاليهم صارفين عليهم ياما، فاهم ولا لا؟ انت بتهددني ولا ايه؟ انا لو ضربت الجرس دلوقتي اربعه يجوا يشيلوك يرموك بره. اللغه العربيه الفصحى، ركز وركز واصحى اصحى. اهلا 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 بالشباب، اهلا بالعرسان. اللي جابك انت هو في السعاده؟ انت يا زود. I was so young and there was a pool and I couldn't swim and I drowned. قوم يا ادم انت هتمثل لي، قوم يا ادم يا تافه انت. بصها وانا واقف، وانت ايه اللي جابك هنا؟ انا جاي اسال حضرتك على الواجب، اعمله مره ولا ما اعملوش خالص؟ عشان انا عايز اخد تيتا امشيها رجليها ورمه، وانت عارف ستك بيها بتحبك ماما. تيتا انت هتدخلي في امك وستك تاني؟ ده انت ريتك سودة، وانت ايه اللي جابك؟ لا انا ما جيتش. انت ايه؟ انا ما كان في ظروف ومنعتني، ما عرفتش. انا جيت فين؟ انا جيت هو مش واقف معانا اساسا. انت بتستعملني؟ انا لو جيت كنت قلت يا استاذ. والنبي انا هوريك انت جيت ولا ما جيتش. طب يمين بالله العظيم ان هغمض وافتح، بص تغميضه كده وتفتحها كده، لو لقيتكم في المكان لا نسل الدسمه ديت عليكم. وهي راحت فين دي كمان؟ تروحت فين يا اختي؟ تعالي تعالي يا اختي، انت لسه شفت رعب. اسمع اما اقول لك ثلاثه بالله العظيم، انا هفتش على العيال دول هنا كل يوم، هاجي صبح وليل صبح وليل، ولو لقيت عيل فيهم لا هخليك تنامي تحلمي بحاجه واحده، هي رمضان مبروك ابو العالمين حمودي. لا تشتري العبد الا والعصا معه، ان العبيد لانجاس مناكيده. اي أيوة والله حكم فيه ناس كده، نفسيتها زي نفسيه العبيد بالظبط، ما يمشوش الا بالعصايه او بالخرطوم او بالجسمي. وديني وايمان انا ماشي في نفسي، انا لولا بس ابوك كنت فرمته. هي مش وزاره التعليم لغت الضرب في المدارس؟ ايوه. وابوك وزير؟ ايوه. ما تخليش فلان حلف الفرعون ده. هو فرعونه كده غير ابويا؟ ايه يا حباب كبيرك انت وهو بتبغبغ في ايه؟ بقى تبقى صايع وضايع وفاشل ومالكش قيمه في المجتمع وبتبغبغ في الكلام؟ اسمعها انت وهو، من هنا ورايح كل واحد فيكم هيديني تمام، من ساعه ما يخرج من داره الصبح لحد ما يرجع ويترمي في سريره، فاهمين ولا لا؟ ويا ويلو، اقسم بالله يا ويلو، يا مين بعظيم ابدا اللي الشيطان هيوزه ويروح هيه او هيه هيلاقيني قاعد في هيه وهي، فاهمين ولا لا؟ فاهمين. عايز اسمع صوت. فاهمين؟ فاهمين. للخلف ضر، ايدك على خدودك، اللطم على الخيبه والويبه، ابتدي. هات امي من السايبك، هات امي من السايبك. اتكلم سوري سوري. انا مش سامع، مش سامع لطم فوق. قلت مالك؟ امال لو وزير رايح مش عارف ايه؟ يا امي من السايبك. مش هسيب مين يا هلا؟ مش هسيب نفسي. ايوه حاسب نفسي. تطهير النفس من النفوس الذكية. اطهرك. اطهر نفسك يا طهر. اهو.
طهر لحد ما تشوف دم نازل من وشك. انت ان شاء الله هينزل بلدك من وشك مش دم. بلد اللي تسيبيه انا هخلي ابويا يحلها. انا اللي هحل لك الموضوع ده يا نجلة، اعتمدي عليا انا بس. ميرسي قوي يا جماعه، انا فعلا فرحانه ومبسوطه من مشاعركم دي، وده اللي مصعب عليا السفر. بس عشان خاطري امشوا دلوقتي، انا مش عايزه اعمل لكم مشاكل. مشاكل ايه يا نجله؟ احنا لا يمكن نسيبك. استاذ رمضان جه هنا وزعق وحذرني لو شفتكم ولا قعدت معاكم مش هيحصل كويس. وهو ماله؟ هو هيتحكم فينا ولا ايه؟ ده انا هوديه في داهيه، ده انا هخلي ابويا يرفضه ويشتم اسمه من المدرسين خالص، وفي الاخر هيبيع سندوتشات في الشارع ومش هشتري منه. وانا وديني وايماني لضربه عشان انا خلاص اتخنقت من البني ادم اللي بيدرس لنا ده. يا رب يا ساتر. اتفضل يا استاذ رمضان اتفضل. السلام عليكم. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اتفضل. ما تاخذنيش يعني انا بجيلي في مكان شغلك، يعني ممكن تكوني مشغوله بس انت عارفه العيال دهم في رقبتي. بس والله الحقيقه وانا جاي لسمعت الساده المعجبين بيكي بيغنوا اغانيكي، وده دليل على النجاح الحمد لله. هي الاغنيه كانت بتقول ايه؟ اللغه العربيه الفصحى ايه؟ استيقظ وركز واصحى. والنبي دي اسمه كلام؟ دي كلام دي يا جماعه ايه؟ المفروض تنقوا كلام يعيش مع الجمهور. مش عارف في ايه في ظهوري. لا مؤاخذه معلش انا اسف انا اسف. والحاجات دي مضايقاني من ساعه ما جيت، من ساعه ما جيت مضايقاني. يعني انا ممكن اقول لك نصيحه، انت المفروض تغني لابو تمام، للبحتوري، لاحمد به شوقي. لو هم اصحابك يعني عرفني بيهم يا استاذ رمضان وانا هاخد منهم شغل. اصحاب مين؟ ناس دول يعني المعمول بتاعهم، دول ناس راحوا لرحمه الله من عشرات السنين. لا انا في برد، في برد مش في زوري بس، ده كمان ده نازل لحد كعوب رجلي. ايوه النبي كعوب رجلي بتنقح علي. لا مؤاخذه معلش انا مؤاخذه على الكزمه، وحتى بردك نضافه لان الموكيت ايه الموكيت ما يتوسخش. مؤاخذه مؤاخذه التات بتبقى نظيفه، المفروض كنت اقلع الجزمه بره معلش تسمحيني. لا 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 الموضوع عايز ميه، ممكن حبه ميه ولا هنا ميه بفلوس ولا ايه؟ تفيد اجيبي ميه للاستاذ رمضان. مش عارف في شرخه كده. شكرا شكرا يا بنت اسمك تفيد. الف شكرا. يخرب بيتك يا تفيد سخنه نار سخنه نار. بس هعمل ايه؟ سيبك من الميه والكلام ده كله، سيبك من الحاجات دي. انا حاسس ان انا هرجع وعندي انتفاخ. حياتي اللي بعد انتفاخ. ممكن الحمام؟ لا انا مش هلحق الحمام، ممكن ارجع هنا. رجيله رجيله يا جزمه يا جزمه انت اهو. قوم قوم يا استاذ رمضان. معلش معلش انا اعملي ساعه تحت النقاطه وعارف ان هم هيجوا جم. معلش يا استاذ رمضان. ما بيحضروش الحصص هيسقطوا. ما تزعلش نفسك. احنا جاهزين يا مدام. شوقي مدير اعمالي واستاذ رمضان مفروك ابو مدري شو حموده. ايه ده ايه اللي مفروك ومدري شو؟ ايه يا ستي في ايه؟ ان الاستاذ رمضان مبروك ابو العلمين حموده مدرس اول لغه العربيه ورئيس جماعه الخطابه بمدرسه التجريبيه الحديثه. اهلا اهلا اهلا. ايه ده؟ هو ده مجنون ولا ايه؟ اللي مالكش فيه مالكش دعوه بيه، مالك بيه خليك في حالك مش في قالك عايزني. اللي مالكش فيه مالكش دعوه بيه،
مالك بيا خليك في حالك مش فايقه لك عايز مني ايه 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 يا رمضان يا رمضان نهارك سويت كويس مفيش حد معانا انت هتخرج من وقارك ولا ايه هتمشي ورا حاجات الهبطه دهيا لا يا والنبي ما اخرج من وقاري ابدا واهدي ايه الكركبه دي الله يخرب بيتك يا تفيدي بتاخدي شيء وشويات قدام عيني ومش عايزه تشتغلي الناس خلاص بقت تقبض وما بتشتغلش واهدي التبذير وصل لده كله جزمه ذهب جزمه يلا ان شاء الله تتحطوا في نار جهنم يا حلم يا حلم يا حلم يا عيني عليكم على ايامك الله يرحم ايامك كان الحب بجد ايوه مش تجاري حياه النبي بقى انت وحشتني ما تشوفيش وحش يلا البس البس اللي تستاهل انت عرقانه خدي طب لبسهولي لبسهولك يعني هي تفيده لازم امها تعيا النهارده تعرف يا رمضان انا ابتديت اتعود عليك بحياتي ايه رايك نطلع عندي البيت نتعشى مع بعض انا نفسي اطبخ لك بايدي والله عندك في البيت ايوه والحاج والحاجه موجودين الحاج والحاجه مين دول الحاج والحاجه مين ابوك وامك نونو بابا وماما في بيروت بابا وماما في بيروت هو احنا نروح ناكل في بيروت هناكل في بيروت ايه هناكل هنا طبعا لو انت قاعده لوحدك في البيت هنا ايوه لوحدي انت مش واثق فيا ولا ايه لا طبعا انا واثق فيك طب ومش واثق في نفسك لا انا بعون الله واثق في نفسي 100% امال ايه انا بس بقول عشان ما نبقاش لوحدينا ما احنا لوحدينا اهو لا احنا هنا مش لوحدين معانا كنب وكراسي ونجف ايوه كده اتحكي انا بصراحه يعني مكسوف من وجودي هنا كل يوم خصوصا ان الولاد ما بقوش يجوا مالك فيه ايه لا ما فيش بس يعني. انا لازم ارجع بيروت بعد يومين وبصراحه كده مش عايزه اسيب مصر معلش ان شاء الله تجيلها تاني بالف سلامه وبعدين تشوفي اهلك وتنبسطي وانا انتهز فرصه اروح البلد يومين انا كمان بس انا كان نفسي اقول لك حاجه قبل السلام عليكم يقول الشاعر نعم انا مشتاق وعندي لوعه ولكن مثلي لا يزاع له سر اقوله تاني يا مستر حلو مستر نعم أنا مشتاق وعندي لوعة ولكن مثلي لا يزاع له سر سر سرك تعرف يا كاسانوفا أقوله تاني لا يا أستاذ ده هي تسد نفسكم يعني مثلا شوف الشاعر قال إيه قال حاجة جميلة قوي وغناها الأستاذ الراحل الفنان عبد الحليم حافظ تقول الموج الأزرق في عيني يناديني نحو الأعمق وأنا ما عندي تجربة في الحب ولا عندي زورق إني أغرق أغرق ثلاثة بالله العظيم أغرق إني أغرق إني أغرق أغرق إيه القمر إيه القمر خدنا القمر إيه القمر خدنا القمر لجزيرة أبعد الخيال لا شافتها عين ولا مرت ببال يا 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 حبيبي شفت واخداني الأماني لحد فين شفت بحلم 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 قد ايه قمر خدنا عامل لي عبد الحليم يقولا مين طبعا مش عارفني نسيتني خلاص انا ضميرك يا حيوان اعوذ بالله امال ابليس شكله ايه بقى فرطة يا رمضان بتحب البنت اللي اسمها نجلاء وقتي يا سلام وانت سايبني لما اغرق لشوشتي وجاي دلوقتي تعمل لي فيها شيء غفر البنت ده هي اللي تقطع علاقتي بيها نهائي ومجلتك في المنام وقابلتها كويس هقومك ببطلك اسمعني بس اني بضعف من حلاوتي اما بشوفها جدتي بتتلبش بتضعف وقدرت تقولها يا راجل انسي بناخد حريتي بقى ده انا لسه هوريك العذاب اللي عمرك ما شفته الظاهر ان انا صبرت عليه كتير انما من دلوقتي وطالع انا صحيح استاذ رمضان ازيك
أنا أسفة أنا جيت لك من غير معاد، بس أنا كنت عايزة أتكلم معاك لو ممكن يعني. طب ممكن ثانية واحدة؟ ثانية واحدة طبعا. ها أعمل إيه؟ عايزاني أروح وإياه؟ يا سلام، يعني نمت دلوقتي. أصلا حلوة ولا؟ النهاردة آخر يوم ليا في مصر، أنا خلاص مسافرة الفجر. في 60 سلامة. مصر هتوحشني قوي. معلش معلش، هو الفراق في أوله صعب، إنما بعد كده بتلاقي نفسك دخلت في حالة سكوت على طول، وتحت عينك دي سواد، دي بيسموه اكتئاب، وبعد كده بشوية تلاقي في رعشة في الإيد والرجل، دي بقى الشلل. أنا بضحك وياك، مش عايزك تمشي بتضايق. صدق يا رمضان، أنت الشخص الوحيد اللي أنا بثق فيه دلوقتي، والله العظيم. سد بص قدامك، لان حاسب المترو المترو أني فاكر في فيلم يوم من عمري عبد الحليم هو اللي جاب الأرنب لزبين، وما ناخده منك ده اسمه كلام برضه عشان تفتكرني بيه يا رمضان. سوفينير. سوفو ايه؟ عارف يا رمضان ده أجمل يوم قضيته في حياتي كلها. نجلة. أوه نجلة. لو ممكن صورة. لا يا ابني ما بصورش، أنا مدرس. صورة. يعني مدرس. صورة. معلش يا رمضان عشان خاطري. معلش خلاص. حاضر حاضر. وقف وقف يلا. أنكي. نزل إيدك يا حبيبي، نزل إيدك يا بابا، أنت جاي تتصور ولا تتمسخر هنا؟ ارمي نفسك. صورة كيوت. ها حاضر يا كيوت. حاضر. نزل ايدك يا اخويا، انا هو محرم وانت محلل، احترموا نفسكم يا تاخدوا الكاميرا وتمشوا. اقف عدل، استعد يلا. وانت بتغمزي لي ليه؟ انا ما بتكسبش في الحق. يقفوا محترمين يا جورو بتاعي. اقف يا اخي يلا يلا، امسك السلام. لا معلش، صورة ثانيه. صورة كمان ما تكتب عليها وتاخدها احسن. يا ريت امشي يا ليل ادم من هنا، امشي من هنا يلا بنت من هنا امشي. ايه المسخره وقله الحياه دي؟ المعجبين لازم يكونوا محترمين. فطالي ايه؟ خلاص مشي. يغور في ده مش عايزينه. ما لهول الكيوت. بس زعلان من الكيوت. انت مالك انت ازعل ولا تحرق فيهم كوتين ده اول؟ ما ينفرس كيوت. اخ ياخد منها قطه ان شاء الله موت بعد كده على طول. ان شاء الله تموت ولا تتحرق انت واهلك واللي خلفوك. دي جابت الاهل ده خلي بالك منه. معلش يا جماعه يعني معلش. بس يا بنت ما معلش، اما الرجاله تتكلم ان سواد تضغط البط امشي غوري. انتوا فاهميني ايه؟ مواطن كده ماشي في الملاهي؟ انا الاستاذ رمضان مبروك ابو العالمين حمودي، مدرس اول لغه عربيه ورئيس جماعه الخطابه. اه ياني، اه لازم اعمل اشاعه على وشي. يا ساتر يا رب يا ساتر. راحه فين انتي؟ مسحه بيها وتمسحيها في وشي، ايه القرف ده؟ انا اسفه يا رمضان، انا السبب. ولا انت سبب ولا حاجه، انا بس اللي مضايقني هم كرمش البدله. ما بحبش اكرمش البدله بتاعتي. هو انت ما عندكش غير البدله يا رمادي دي؟ ازاي يعني؟ عندي واحده سمني. سمني؟ ايوه سمني، اللي هو زي الشاب ولبن ده هو. اما الرمادي دي غرالة حاجه تنزل تانية تشتغل. بص يا رمضان، انا عايز اجيب لك سوفينير، بدله جديده يعني. بذمتك هتجيب الذوق ده؟ هتلاقي الذوق ده في حته. افهمي. لا طبعا. انت بتضربيني ليه بالارنب؟ انا بهزر يا رمضان، ما بتهزرش. لا يا اختي بهزر. لا والله لكون الفقاره الهلم بتاعتك دي عكسها في غير حاجه. ها طب هتعمل ايه في العقود الماضيه والعقابين اللي ربطتها؟ صحيح. وهتسيب الشهره والمجد والنجوميه وهتروح على فين؟ انا اقول لك ايه، هتروح على فين؟ هتلف تلف وفي الاخر مش هتلاقي حد غيري. على فكره شكلك انت اللي هتلف تلف وفي الاخر مش هتلاقي حد غيري. انت اساسا مالكيش غير. ده انا محضر لها مفاجاه. دماغ. ايه دماغ. طب سيبني اوصلك. كفايه قوي، انا عايزه اتمشى في الهوا شويه. انا متشكره قوي يا رمضان، انا تعبتك معايا. لا انت كده هتزعليني، انا ما عملتش حاجه. انت لو عايزه انا ابقى مبسوط تاخدي بالك من روحك. اشوف وشك بخير. مع السلامه. الشاوي
7:12. العروسه فين؟ ايه يا راجل، جايه في الطريق. بس هي اتاخرت عند الكوافير شويه. تعرفين الكوافير بياخد مصنعيه. تشربوا ايه؟ نشرب سجاير. تشرب سجاير وتشرب بيره وانت عايز، بس اعملوا حسابكم يا اخوانا، الحفله الكبيره للصبح. محدش يقول لي انا عايز اروح، واللي يقول لي معيش بطاقه بكلمها ما بتردش عليا. اللي انت بتعمله ده يا استاذ شوقي لا يمكن هيتم. اتفضل. اوه ماي دارلينج، قلقتيني عليكي قوي يا روحي. مفاجاه، الاستاذ رمضان مبروك ابو العالمين حموده جوزي. خساره نجلاء، خساره، حظك قليل قوي. بقى ده جوزك؟ ايوه يا اخويا جوزي وراجل البيت. ومن هنا ورايح نجلاء وجدتي تنساهي، انا مرات اسمها تفاح الزحلاوي، وما تعتبش البيت دوت في اي وقت من الاوقات. سلامي كده يا نجلاء. خد ياض انت كده. ايه انت هتعاتب مراتي وانا واقف؟ امشي غرفه داهيه. عموما هابي نيو يير. يلا يا اخويا بالسلامه. يلا خد الصيع اللي معاك. مع السلامه يا عم الشيخ. بالسلامه. على فكره انا موافق على الجوازه دي. وانا موافق ان انت تغور في داهيه. يلا بالسلامه امشي. ايه الناس دي؟ وانت جاي منين انت كمان؟ شوف يا بنت لو كل حد مستخبى هنا ولا هنا. يلا يا وليه يا زغراتي وحضر لنا الحمام. الله يسد نفسك يا بعيدي. الاستاذ رمضان بقاله اسبوع ما بيجيش. يا عم عنه ما جه تكل لنا حاجه عدله. ايه ده نجلاء اتجوزت. عشان كده مش عارف اوصلها. بيكون رمضان يا ابني التهبل. رمضان هيتجوز نجلاء وجدي. واحنا محل نفسنا ليه؟ ده انا كان مشاوي. ايه لا بيرن. طب ما تقول بيرن. شوقي يو ازيك رمزي. يا نجلاء. ايه نجلة اتجوزت رمضان. ايه في ايديك قوه تهديك بقى، في ايديك قوه وعليك صبر وطول بقى وعينيك حلوه. ايه ده انت عينيك عسليه؟ عسلي مش عارف، امي كانت دايما تقولي انها كحلي او طوبي، بس انا ما بركزش في الحاجات دي. كحلي؟ ايه دي؟ دي بيتزا بالسي فود تستاهل بقك يا روري. ثانيه واحده، في الفطوره. فاتورة ايه بس يا رمضان؟ انا حسبت انا عزمك علي الطلاق بالتلاتة. ان ما جبت الفاتورة لطلقك وارميك في الشارع اللي كلاب السكك تنهش في لحمك. هات يا بت. احنا مش خلاص بقينا شخص واحد يا رمضان؟ لا يا اختي شخصين، وطول ما انا عايش انا راجل البيت دي وانا اللي اصرف، اما موت ابقى اصرف انتي. فاهمها ولا لا؟ ايه دي؟ النهار اسود منيل 126 جنيه؟ وانا اللي خلاني تبت في الرجوله كده وحلفت عليها طلاق ونقي لما كانت دفعت وانت هنا؟ ما هي مراتي. لا ارجع يا رمضان، والله ما تدفع تعريفي. تدفع ايه؟ احنا نموت احسن. ايصال اماني، استلمت انا المدعو رمضان مبروك ابو العالمين حموده مبلغ 126 جنيه. و20 جنيه بتوع ايه يا اختي؟ تبس. لا بقشيش بمزاجك يا اختي، انا بدفع اللي انا هدفعه انا ومراتي. ايوه ماليش دعوه بالتبس، وهذا ايصال امانه علي. رمضان خد يا بنتي حقك معاك يا بنت الناس، وما تعملهاش تاني. وبعد كده الطبيخ في البيت، مفيش اكل يجي من بره. 126 جنيه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يا اختي انا باكل كده، هاكلها بالكرتونه بتاعتي. سكت السله انت في دور. مصمصي 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 لحد ما راجل البيت ياكل، بعد كده تشوفوا حاجه تاكلوها انتوا. عندنا الحريق بتاكل لما الراجل بيموت. جه طار في الهوا الشكي وانت ما تدركش يا جدع. طرف شاولني شاولني عليه حب الهوا ماشي، حب الهوا ماشي. ألف شكر،
شكرا على حسن الاستقبال والحفاوه الجميله دهيا. وان شاء الله يعني عقبال ما تتخرجوا كده من كلياتكم وكل واحد فيكم يكمل نص دينه. بس انا زعلان منك قوي يا استاذ رمضان. في ايه يا رمزي؟ يعني تتجوز كده سكتي ولا تقول لنا ولا تعزمنا؟ احنا شرفك برضه وبعدين عروسه مش غريبه قوي علينا يعني. يعني ايه يا اخويا مش غريبه عليكم؟ خلاص يا سيدي كفايه اللي انتوا عملتوه، انتوا قمتوا بالواجب وزياده. انما في سؤال عندي يا استاذ رمضان. لو في المنهج قولوا، بره المنهج ما تقولوش. نو نو ريلي مش في المنهج قوي، بس كلنا عايزين نعرف اجابته. ايه هو؟ هي نوجا هتبطل ولا لسه شغاله؟ يا راجل انت تبطل ايه؟ شكلها كده الاستاذ هو اللي هيبطل. اسمع يا جاسم انت وهو. اي واحد هيتطاول هفرجه معامه. واي كلمه بره المنهج مش مسموح بيها. فاهمين ولا لا؟ كل واحد يطلع كتاب قدام منه. يلا يا بهيم انت وهو. خير يا شوقي، جاي في ايه؟ خير ان شاء الله. هو في الحقيقه يعني طالما بدات كلامك بالحقيقه تبقى بتكذب. ده حقيقي، انما بصراحه انا في الواقع كنت في الواقع عايز... كمان دي كملت. ارغي يا شوقي انا مش فضيلك، عندي كراريس عايز اصححها. بالنسبه لنجلاء يعني. نجلاء مين؟ نجلاء مراتك. مراتي ما اسمهاش نجلاء، مراتي اسمها تفاح الزحلاوي. النمره غلط. اسمع بقى يا استاذ رمضان، نجلاء ماضي عقود ولازم تنفذها، افراح وحفلات غير شريط كاسيت، والمنتج ممضيها شرط جزائي لو ما نفذتش العقد. هاتي ورقه وقلم من جوه يا بنت يا تفيدي. هو كام يا اخويا الشرط الجزائي؟ كام يما يا امي يا مصر؟ يمين بالله جاي ونفسي في الحمام. رمضان تو ما افتكرت ان لك ام. انا زعلان، انا موصياك تقوم اول ما توصل مصر تنصمت. اقول لك ايه على السرعه اللي في مصر يا امي، الحياه بقت سريعه سريعه. طب تصدق بالله الضلمه هناك الواحد ما بيشوفش ضلمه، والله ما بيشوف ضلمه، فجاه تلاقي الشمس تدخل تروح فاتحه الضلمه، بقى فيه جنان يا امي. ايدي كابوسه. وانت بقى عامل ايه؟ طمني. والله يعني مش ولا بد، داني جاي بصراحه ناوي ابيع القراطين اللي حلتني واحتمال ارهن الجمل. تبيع ايه؟ ليه؟ خلصت كل الفلوس اللي معاك؟ خلصت الفلوس ايه يا ام؟ بقول لك الحاجه سريعه سريعه. صدق بالله يعني في مصر بفك ال 5 جنيه ما فيش 24 ساعه ليها 4 جنيه في جيبي، ده غير مصاريف الجواز. يا ايه؟ انت قاعد يا اللي راكب البطه. بطه ايه وزنت ايه؟ تجوزت يا ولد؟ مش بقول لك الحياه سريعه في مصر يا امي، فجاه لقيت نفسي اتجوزت والله. ما ده هي لا تكون خلاف، ما هي سريعه. لا يا ام مش للدرجه دي. ايه؟ كملت بختك يا ام رمضان، تتجوز من ورايا؟ هم اهل مراتك يفرحوا واني لا. اهليها ايه؟ دي مقطوعه من سجره يا ضناهي. لا يبقى لازم اروح ليه؟ من بكره رجلي على رجلك. تروحي تروحي يا دينزل هتفطس البطه. يا اهلا يا امي، امسكي يا بنتي يلا على جوه. أهلا. اهلا يا امي. اهلا دار منور. اهلا اهلا يا حلاوه يا حلاوه. بيت مين ده؟ دي مش بيت حد يا امي، دي ايجار جديد بياخدوه الناس اللي ما معاهمش زي حالاتي يعني. موظف بقى. اهلا يا امي. يا بنت تفاحه، امي جت تعالى عشان عايزك تمشي مستعجله. يا حلاوتك يا مصر. ازيك يا حاج؟ يا صلاه النبي يا صلاه النبي. تعالي يا اختي تعالي. هي ما فيهاش لحم ليه؟ اصلها بتحب السمك. سنيوره سنيوره. ربنا يخليكي يا حاجه، بس انا بقول يعني اني شفتك قبل كده. هتشوفيها فين يامه؟ انت طول النهار في البلد. شبه حد اني شفته. زي مين يامه؟ ايوه افتكرت، شبه البت المغنواتيه دي اللي اسمها نجلي. استغفر أيوة الله العظيم، بابنك المدرس الفاضل يتجوز الرأس والمسخره والحاجات ده هي يامه؟ اني بقول شبه. ايوه شبه. ماشي. ايش جاب لي جاب؟ دي عروستني جمالها رباني، لكن ده كان قطعت وشها يقطع الخميره من البيت وتطلع في التلفزيون زي الشيطانه ورقص. دي اراء، دي اراء. لا وغتتة. ايوه كل الناس تقول غتتة، بيكتبوا عنها انها غتتة. هنعمل ايه؟ دي اراء اراء اراء. درجات يا رمضان. معلش بس دي اراء، دي اراء، ما يمنش دعوه. احنا هنفضل في سريتها السودا ده هي، مش هناكل ولا ايه؟ بقول لك ايه يا عروسه، عايزاكي تاخدي بالك من رمضان. ازاي يا حاجه؟ ده سي رمضان في عينيا. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. اراء اراء. منوره يامه. ما شاء الله يا ما شاء الله، ايه ده كله؟ اتفضلي يا حاجه اتفضلي، حاجه بسيطه مش قد المقام. اصلي سي رمضان النهارده الصبح بس قال لي ان حضرتك هتشرفينا. انت اللي عملتي كل ده، ومين اللي هياكل الاكل ده؟ بالهنا والشفا يا حاجه. عملت الاكل ده امتى وازاي؟ عملت ايه؟ ده دليفري طبعا. هات الفطوره. فطوره ايه بس دلوقتي يا رمضان؟ عظيم بيمين ابدا، اما جبت الفطوره لاكون مطلقك ورميك في الشارع لكلاب السكك تنهش في عضمك.
طب خلاص بعدين بعدين ماشي. الله 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 ما يكلمك يما نفسك حلو في الاكل قوي دي نفس الدليفري. لكن انت بقى غريبه سبحان الخلاق فوله واتقسمت نصين انت والبت اللي اسمها نجله. خلاص يا اما بقى كفايه ان السيره الزفره دي الهي تولع مطرح ما هي متنيله قاعده. اراء اراء ما عليني. خليك انت يا رمضان شوف اللي يكون بتاع المجاري جاي يصلح البكابورت بالهنا والشفا يا اما. تقرفتي ولا ايه؟ اهلا 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 بعد الحبايب. رمضان ست رمضان ايه وشفت ايه اسكت. شوفي بقى ست الكل احنا مش هنمشي من هنا ولا نتعتع من هنا الا لما تنزلي معانا. ان شاء الله هتتعتع على نقالي. هتنزل فين رمضان؟ مين دول؟ لا يا امي دول قرايب العروسه جايين يباركولها. كل دول قرايبها؟ ايوه ولاد خالتي. طب مش تعرفني بيهم؟ عشان ما اعرفوا من الاول ياما. ها طب مش تقول لهم اني مين؟ لازم تقول لهم ان انا امك ولا يعني مستعر مني؟ لا انا مش مستعر بقى مستعر ده انت امي حبيبتي. يا جماعه الست دي امي. الست دي امي هي انا طول عمرها ما شالتش غير همي وانا اخر صبرها. الست دي امي الست دي امي الست دي امي. خلاص خلاص بلاش بلاش. ست الحبايب يا حبيبه يا اغلى من روحي ودمي يا حبايبنا وكل يا اولاد الايه عندكم عيد ام وانا ما عنديش عشان كده كل الحبايب متجمعه. حبايب ايه حبايب ايه انت عايز ايه يا شوقي؟ مفيش جاي اهني ست الكل دي الاغضات نازله عليها تغف دي الناس مش مصدقه ان هي جدعه. شوقي ما تنتهش الفرص امي ما تعرفش اي حاجه. لا ام رمضان ما تعرفش ان ابنها رمضان متجوز نجلاء السوبر ستار. لا ما تعرفش يا غتيت ما تعرفش ولو عرفت هتنشل. يعني نجلاء اكيد نازله الشغل. تنزل المره دي يا شوقي تنزل بس استر عليا. خلاص سيبني ارحب بقى بالمامو بتاعك. يا دلي يا دلي حبينا حبينا حبيناك حبينا يا شوها الجمال يا شوها الجمال يخلف البشاعه. مين ده؟ ده الاستاذ ايمن الاطرش ابن خاله العروسه من لبنان. لبنان؟ هم هناك مش كلهم بيض؟ ايوه بس بعد عنك يا امي الراجل ده ساكن في الحته اللي قامت فيها الحرب. اتحرق يعني اتحرق. ايوه 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 والله الماما تيجي على لبنان تطلع الجبل تاكل فنتوش وتاكل كبانيه وتاكل حلموس متشكرين والله انتوا ناس اخر كرم وان شاء الله النسب هيبقى خير ان شاء الله يا امه ان شاء الله. مراتك زي السكر وبتحبك حطها جوه حباب عينيه. حاضر يا امه. ولا اهله ناس طيبين وكمل اوعى تزعلهم. لا ازعلهم يا امه ده اسمه كلام. المهم انت توصلي بالف سلامه. على مهلك يا اسطى وانت ماشي اه. ولو قابلتك لجنه في الطريق قول لهم اني معايا ام الاستاذ رمضان مبروك ابو العالمين حموده. اكتب الاسم عشان انا عارف انه صعب شويه. الف سلامه يا امه. اقول لي يا رمضان هم اهل مراتك كلهم رجاله كده مفيش نسوان؟ ايوه يا امي بعد عنك ما بيعيش لهمش نسوان خالص. الحمد لله يا رب يا رب يا ابني يرزقك بالذرية الصالحة نت وبكرة. اللهم امين يا امي وصلي بالسلامة ان شاء الله. خلي بالك من مراتك يا والد. ايه انت بس ياما ان ربنا يشكرها معايا. قلبي ورب راضيين عنك يا ضنايا. مع السلامة يا امي. هو المدرس مننا لما يدخل البيت ويتحط له الشاي والكيك هيبقى له كلمة على العيال بعد كده؟ كل ما تتكسفش مد ايدك يا رمضان. رمضان ما تحبكهاش بقى خليك كول في اللذيذ. طيب يقول قيس بن الملوح على لسان امير الشعراء احمد بيه شوقي. ابن ملوح ده
مش كان البوي فريند بتاع ليلى؟ لا يا اخويا مش البوي فريند، اسمه كان بيحبها. اوهو ذاتس وات ام توكن اباوت ميت، ذاتس وات ام توكن اباوت. ده اللي كنت عايز اسمعه يا اخي. ده انت في البيت حاجه وفي الكلاس حاجه تانية خالص. استغفر الله العظيم، خلينا في الدرس اللي احنا فيه لو سمحت. اوكي. كم جئت ليلى باسباب ملفقه ما كان اكثر اسبابي وعلاتي. قول ورايا. كم جئت نجله باسباب نجله نجله مين يا اخويا؟ سوري اسمها ليلى. سوري استنى واحده يا استاذ. ايوه يا شاري، انا في الدرس مع استاذ رمضان الملوح ده. سوري يا استاذ، المعلومات دخلت بعضها وكده. Oi, listen, Sherry, you better come quick, seriously. This guy is gonna go crazy in a few minutes. But listen, just come now, yeah? Please, come now. Bye. ايه ده بكيك يا باشا؟ اجيب لك مكرونه فرن. عاملين مكرونه فرن حكايه النهارده. يا عبدو ملوش لزوم. لو سمحت شوف لي الدوره. الدوره؟ ايوه دوره الميه. It's a bit busy right now. Listen, the my dad is. I think he's gonna occupy. يا ابني شوف لي الحمام بقول لك. It's a bit rude to raise. خلاص الحصة خلصت. You're in my house now. الواد رمزي بيقول لك الأستاذ رمضان هيموت ويدخل الحمام. خليه خلاص اللي كان بيعمله فينا. الله العظيم يا رب. يا ابني شوف اللي في الحمام. الله 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 الله. عمري ما حصلت لي. يا رمزي اتصرف يا رمزي، عيب انا عندي السكر. عندك السكر؟ ايوه. من امتى عندك السكر؟ من دلوقتي، جالي دلوقتي. عايز حاجه؟ يا ابني خلصت، حرام عليك. اصبر شويه يا استاذ رمضان. ليه يعني؟ معقول الوزير يكون في الحمام وحد يخبط عليه؟ يعني هو الوزير يدخل الحمام والشعب يعملها على روحه؟ بيبي الله 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 استاذ رمضان الله 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 الله. ما ترجنيش ما ترجنيش، انا على الاخر. عم الشباب كلهم والله العظيم. اهلا يا اخوي. ليك شوق حبيب؟ ليك شوق. البوس الكتير ده بيعجل بيه. رمزي ممكن اخش حمام؟ اه طبعا. الشمال حبيب قلبي. شمال ايه دي؟ انا جاي الاول. ايه له الشمال؟ اصله رايح فين يا رمزي؟ عيب كده يا ناس. ايه ده؟ مش خرابه هنا ولا هنا؟ يلا يا ابني يلا يا حبيبي. جرى رمضان على اخر الزمن شويه عيال هايفه زي دي تعمل في كده؟ لا اللي يمكن ارجع المدرسه ده هي المره تانيه. وعلى ايه ده كله؟ ولا تزعل نفسك. خلاص انا هنزل اشتغل تاني من بكره. نزلي تشتغلي ليه؟ ما معكيش راجل ولا مش عارف اصرف عليكي ولا يمكن المعجبين وحشوكي والاضواء؟ اسمع ما اقول لك، فتحت الموضوع دي تاني وكل واحد يروح لحاله، تفهمه ولا لا؟ لما جبل في وسلم عادي وعلي
شهاب فين؟ فين؟ في الكباريه. حالاً؟ هذا رمضان. شغل الأغنية يا شهاب. No, no. It's old, man. فاكس رمزي. اسمع بس. شاكرة جدا لحضرتك انك جيت. قلبي معاك يا ام امير، الف سلامة. الولاد ما لهمش سيرة ومش عايزين حد غيرك. ارجوك يا استاذ رمضان تقف جنبي، انا وابني ما لناش حد غيرك. صلي على النبي، ارجوك اهدوا العيالي. اهلا اهلا، الف سلامة يا ام رمزي، الف سلامة. وبلغي معالي الوزير تهانيني، وقولي له ان شاء الله شدة وهتعدي ان شاء الله. هي حاجة بسيطة، شوية موز ينقناه فيهم هنا. امسكي حضرتك ما تكسفيش. اما الكنتالوب اللي تحت دهون يسقعوه وياكلوه في فترة النقاهة. والله انا كنت ناوي اجيب فراوله بس لقيتها معفني، قلت خساره فيها الفلوس. هما في العيال. اتفضل. السلام عليكم. مكانك مكانك انت وهو. معاكم عذركم، مفيش قيامه ولا حاجه. وايه الورد ده كله؟ بسم الله ما شاء الله. احنا الزلزال لما قام في بلدني نص البلد ماتت، محدش قال لنا السلام عليكم. احنا اسفين يا استاذ. اسفين على ايه يا اخويا؟ حصلش حاجه. اسمع يا عاد انت وهو، اهم حاجه عندي ان تشدوا حيلكم، الامتحانات قربت وهتنجحوا غصب عنكم، وهنبدا المراجعه من دلوقتي. البيت الشعر اللي هقوله يتعرب ورايا على طول. كم جئت نجلة ليلى يا استاذ. والنبي دلوقتي بقت ليلى. اه يا كلاب، اه يا كلاب. We'll never forgive ourselves for what we did to you. ايه دي ودلوقتي لخبطي؟ بيقول ايه الواد ده؟ هو بيقول لحضرتك ان احنا مش هنسامح نفسنا على اللي احنا عملناه. خلاص استاذ رمضان. نعم. ممكن اروح حمام؟ الحمام؟ لا سوري يا حبيبي، معلش. وزير الصحة في الحمام. ايه؟ وطبعا ما يصحش نخبط على الحمام والوزير جوه. صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ اسمعوا يا اولاد، انا عايزكم تشدوا حيلكم وان شاء الله ربنا ياخد بيدكم، وانا شخصيا معاكم ليل ونهار لحد ما تنجح بعون الله. واحنا تحت امرك في التكاليف يا استاذ رمضان. تكاليف؟ تكاليف ايه يا مدام؟ ليه كلام؟ دول عيالي. وبعدين انت تقولي كده وانا جايب لكم موز وكنتالوب عدى ال 15 جنيه. أني تكلفتي لما ينجحوا بالسلامة هيبقوا شوية شربات وحتتين كيك. اللي ملكش فيه ملكش دعوة بيه، ملك بيا خليك في حالك مش في قالك عايز مني. اللي ملكش فيه ملكش دعوة بيه، ملك بيا. مصر التي في خاطري وفي دمي أحبها من كل روحي ودمي. تعرف عني كل تفاصيل حياتي يرفع الرأس بعدي باللغة العربية الفصحى. استيقظ وركز باللغة العربية الفصحى. من أجل عينيك عشقت الهوى بعد زمان كنت فيه الخلي. شوف الكلام خلي. بينما باللغة العامية اللي يكسر قلبي وليا. بينما باللغة العامية اللي يكسر قلبي وليا. والمواشي كثيرة في قياعي والطريق الطويل بالخير عامره. كسبتوني يا مواشي، كسبتوني. دول 26,000 جنيه، كده يبقى فاضل لنا بكره في المخروبه دهيا وندفع الشرط الجزائي اللي عليكي، واخدك ونروح البلد ونسيب المكان الموبوء دهون. يا ساتر. عارف يا رمضان، شوقي مكلم الناس كلها عشان يرجع يشتغل معايا. الله ما يوعى يرجع، الله يضرب في مصارين ويولع بحاجه. النبي يا رب.
عليا والنبي. انت انا مش مصدقه عني، يا ريتني كنت عميت قبل ما اشوفك بالشكل ده. يا امال انا مش امك، قلبي وربي غضبانين عليك ليوم الدين. لا يا اما والنبي الا غضبك ده، انا مستوي. الحكايه كلها ان في شويه ظروف. ظروف ايه اللي تخليك تعمل كده؟ عوضي على الله فيك، عوضي على الله فيك يا رمضان. اني راجع، اني راجع البلد وهعمل صواب وهاخد عزاك. ابني رمضان مات مات مات. انت طالق زي ما سمعت، طالق. عصام استوت على الاخر، روح هاتها. حاضر يا ست الكل. في ايه؟ صفحه وانطوت واتقفلت. نركز ده ونقوم نشوف اكل عيشنا المام. يلا 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 قوم معايا. باللغه العربيه الفصحى، استيقظ وركز واصحى، استيقظ ركز اصحى. تقبل الله يا رمضان يا ابني. منا ومنكم يا حاج طه. قلقتنا عليه، كنت غطسان فين المدة دي كلها؟ كنت غفلان شوية، كنت ضايع. ولقيت نفسك؟ لقيتها، بس للأسف يا عم طه أمي غضبانة علي. بقى عملنا إيه بقى؟ أنا غلطت يا حاج طه، أمي عندها حق. يبقى تروح لها. ماليش وش. مالكش وش؟ أمال ليك وش تزعلها وتسيبها؟ صباح الخير يا مصر. ازيك يا امه؟ انا جزمه قديمه، انا غلطان واستاهل كل اللي يجرالي. خلاص انا اتعلمت والله، كرباك شديد قوي والله ما انساه طول عمري. احب على ايدك، احب على راسك، احب على رجلك يا امي. لا خلاص خلاص، يعني انت عايزنا سامحه؟ يا امه انا ماليش في الدنيا دهين غير رضاكي عليا. خلاص يبقى انت كمان لازم انت سامح. ايه اللي جابك هنا؟ اطلعي بره. مش هتمشي، نجله هتقعد معايا هنا، دي مراتك. وانا طلعتها ترد ايه؟ دي بتحبك وصنيتك ومش عايزه تسيب الدنيا كلها عشانك. لاخر مره بقول لك امشي من هنا. وانا قلت مش هتمشي، ولا كانش عاجبك الباب يفوت جمل. رحت ورا هترجع لها، يعني هترجع لها. بتحبك قوي يا استاذ. واحنا كمان بنحبك، كلنا بنحبك. وانا موافق. ولو عاوزني ابطل غنى يا رمضان انا موافقه. لا لا مش لدرجه تبطلي الغنى، انا مش ضد الغنى، انا ضد الكلام التافه. نفسي تغني كلام يدخل في وجدان الشعوب. ليه مثلا ما تغنيش وقبر حرب في مكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر. لا انا اعتذر بكرامتي احسن. ايه دي؟ يعني ايه تعتذري؟ يعني مش عاجبك اللي انا بقوله ولا ايه؟ دي بتقولي تعتذر؟ يعني ايه؟ قبر حلو. ايه انا عايزه تغني كلام محترم للناس فيها حاجه دقيقه. زي ايه؟ زي كتير يا اخويا. عندك مثلا ليه ما تقولش ومدعشر بالقاتلين تحشرمت شرافته فخرج القعصلي. قعصلي؟ ايه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين يا اولاد. النهارده اوليهم في الدراسه، وكما قال الشاعر بالحب وحده انت غالي عليا، بالحب وحده انت ضيعني. مفيش لا كربك ولا خرسانه، لكن يمين بعظيم ابدا اللي هيدلع في دراسته لا هكون ايه وهي يلا معتادا مارش. باللغه العربيه